مع صدر في وسائل الإعلام الأجنبية بشأن التحقيق في فساد الفيفا. إحنا النهاردة أمام أول شهادة يدلي بها أحد المتورطين في قضايا الفساد المتعلقة بمنح قطر تنظيم كأس العالم. النهاردة أدلى هذا الشخص ويدعى برونكوازو، ده عنده 53 سنة، ده الرئيس السابق لإحدى شركات التسويق الرياضي. سيبكم إن أنا هقرأ لكم الخبر بغض النظر. في واحد بتاع شركة تسويق رياضي حققت معاه المحكمة النهاردة المنعقدة بشأن هذا الفساد في نيويورك. الراجل قال إنه أعطى رشوة للرئيس السابق للاتحاد الكرة الأرجنتيني، واللي هو في نفس الوقت كان نائب الرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم. خد رشوة $1 مليون من أجل التصويت لقطر، وأنه وفقا للتصريحات أو التحقيقات التي تمت عاد وطلب من قطر بعد ذلك $80 مليون وفقا لهذا الوسيط. يعني احنا كان عندنا وسيط عنده شركة تسويق رياضي راح لنائب الاتحاد الدولي لكرة القدم وقال له إن قطر يتم التصويت لصالحها، ف خد $1 مليون، $1 مليون طلب بعدهم $80 مليون وثبت انه من ال 22 اللي صوتوا بحق قطر او منح قطر تصويت كأس العالم 2022. ده طبعا دي ضمن تحقيقات بتتم مع 42 مسؤول ومدير سابق بكرة القدم العالمية. دي أول شهادة النهاردة. طبعا الصحف الأمريكية والصحف الألمانية أيضا اهتمت بنشر هذه الشهادة باعتبارها أول شهادة في قضايا أو في قضية الفساد الشهيرة المتعلقة بهذا الملف. على قطر أيضا هنا بقى أن تتعامل مع هذا الموقف، وأعتقد أن هي عندها شركات دولية بتعتمد عليها في العلاقات العامة. أنا شخصيا متطلعة كيف ستفسر قطر هذه الشهادة، يعني هل هناك دول في المنطقة راحت ادت رشوة للراجل الأرجنتيني ده عشان يقول هذا الكلام، لأنه في توقيت يتعلق بقضية حساسة زي دي فالدول بدأت تتآمر على قطر وتخليه يقول الشهادة دي. يعني أنا منتظرة بقى شركات العلاقات العامة الجميلة بتاعت قطر كده هتتحفنا المرة دي بإيه. طيب معانا مين؟ معانا الناقد الرياضي الأستاذ خالد طلعت. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ رشا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. نحن أمام أول شهادة حقيقية في هذه التحقيقات، ما دلالة هذه الشهادة؟ طبعا هي شهادة مهمة جدا ان واحد فعلا كان يعني ضلع في الازمة دي، لانه زي ما بنقول كده وشهد شاهده من اهلها. يعني اللي شهد الشهادة ده اليخاندرو بورزاكو، ده طبعا مدير تسويق ارجنتيني في شركة تورينيوس، دي شركة بتبث البطولات دايما في قارة امريكا الجنوبية، ودايما كانت هي بتحصل على حقوق البطولات الكبرى سواء من الفيفا او من اتحاد امريكا الجنوبية. ويمكن هو اعترف كمان، يعني هو قبل ما يتهم المسؤول الارجنتيني هو اعترف على نفسه هو كان يعني متضلع في رشاوي كتيرة جدا، في سواء في بطولات تابعة للفيفا او طبعا لقاره امريكا الجنوبيه. ويمكن هو كمان يعني هيعمل زي تصالح كده، هيتنازل عن مبلغ تقريبا 21.6 مليون دولار من المبالغ الرشاوي اللي هو خدها على مدار تاريخه، وهيرجعها يمكن للاتحاد الدولي للفيفا كره القدم بحيث ان هو يعمل تصالح مع المحكمه الامريكيه. فهو في البدايه الراجل يعني شهد على نفسه، يعني اعترف على نفسه ان هو كان متضلع في الرشاوي دي، وبعد كده شهد على اكثر من مسؤول ارجنتيني، يمكن اولهم او اهمهم زي ما حضرتك قلتي ده احد مسؤولي الفيفا اللي هو خوليو جروندانا، ده كان نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وكان رئيس الاتحاد الأرجنتيني. هو الراجل ده يمكن توفى تقريبا من سنتين، لكن هو طبعا كان من ضمن الناس اللي صوتوا لدولة قطر بتنظيم كأس العالم 2022، وقال ان هو فعلا حصل على $1 مليون كرشوة طبعا من قطر عشان يديها صوته. وقال ان كمان برضه مسؤول اخر برازيلي هو ريكاردو تكسيرا، ده كان رئيس الاتحاد البرازيلي، قال برضه ان هو حصل على رشوة $1 مليون برضه عشان يدي صوته لدولة قطر في تنظيم كأس العالم. نحن أمام شهادة حقيقية، لأن كل ما كان يقال أو يثار في الفترة الماضية كانت قطر بتقول أن هذا مجرد كلام جزء من مؤامرة عليه. نحن نتحدث عن شهادة موثقة أمام المحكمة التي تجري التحقيق في هذه القضية. مظبوط فعلا استاذ رشا، شهاده حقيقيه وشهاده بدات تثير القلق. وهقول لحضرتك على خبر كمان احدث واهم من اللي حصل ده، ان هو بعد التصريحات او بعد الشهاده اللي هو ادلى بيها طبعا اليخاندرو بورزاكو حول تورط مسؤولين ارجنتينيين في قصه الفيفا وقصه تنظيم قطر لكاس العالم، احد المسؤولين السابقين اقدم على الانتحار. يعني دي برضه خبر يمكن جديد، هو اسمه خورخي ديل اللي هو من ضمن ال 42 يا استاذ خالد، من ضمن المتهمين، من ضمن الناس اللي هو اتكلم عليهم. يعني هو مش مقبوض عليها وموجود في ارجنتين، لكن هو من ضمن الناس اللي اتهمهم
برزاكو امبارح ان هو اتهم 3 مسؤولين ارجنتينيين، طبعا رئيس اتحاد الكره السابق جروندونا، واتهم طب ده خبر الارجنتينيين خاص لينا يا استاذ خالد، يعني استاذ خالد طلعت يا جماعه بيقول لنا دلوقتي ان احد المسؤولين المتورطين واللي هذا الوسيط الارجنتيني ادلى باسمه النهارده اقدم على الانتحار، مش كده يا فندم؟ بالظبط من ساعات قليله، يمكن بعد الشهاده دي، هو اسمه خورخي ديلهوندا، مسؤول ارجنتيني كروي سابق، يمكن اقدم على الانتحار في بيونس ايرس عاصمه الارجنتين. طبعا يمكن هو رمى نفسه تحت قطر، يعني قطر متحرك، هو رمى نفسه تحت القطر بعد ما اسمه طبعا جه في التحقيقات واتشهد ضده، فطبعا هو حس ان خلاص الامور بالنسبه له هتكون قريبه انه ممكن يتم القاء القبض عليه. فبقول لك يمكن اعلى، يعني انتحر فعلا من ساعات قليله، من وده ساعات. بيؤكد بالظبط، وده بيؤكد طبعا ان الشهاده فعلا شهاده الشهاده الحقيقيه، وان فعلا كلامه مظبوط، لان بقول لك مسؤول ارجنتيني اقدم على الانتحار لانه حس ان هو هيبتدي رجله تيجي في القضيه زي ما نقول بالبلدي يعني. شكرا يا فندم للناقد الرياضي الاستاذ خالد طلعت، وخلينا ناخد الخبر اللي قاله لنا الاستاذ خالد طلعت، احد المتورطين في قضيه، احد المسؤولين الرياضيين المتورطين في قضيه الفيفا او فساد الفيفا الخاص بقطر اقدم على الانتحار منذ ساعات قليله حينما قام بالقاء نفسه او جسدي امام عربه قطار، وفقا للتصريح اللي قاله لنا وهو خاص لينا الاستاذ خالد طلعت. طيب بما اننا لسه بنتكلم